لك براس ولادي، براس اغلى ما عندي. تعرف شو القران براس ابن ابراهيم الكبير؟ مالي غيره عمل لك يوم اسبوعين ثلاثه بس. الانبياء بدي اعرف حقا الحاج حلفان يا زلمه. هذيك المره كمان حلفت لي ما عرفت لي شيء وما حلف فيه، وغير شيء طلعت كذاب وخسرتني وبالاخر ترك. شباب بدي منكم يا شباب الكل يروح يشوف صندوق الوصف ويشترك بقناة هذا الشخص. هذا القناة يا شباب بفيد كل شخص عايش بتركيا كتير كتير، لأنه في كتير نصائح، في أشياء ما بنعرفها أو قوانين أو أخبار عن تركيا، هذا القناة بيوصل لنا إياها أول بأول لحظة بلحظة. بفيدكم كتير أشياء بخصوص البلد اللي احنا فيه أو معلومات ما بنعرفها، بفيدنا بهالمواضيع كتير. انا ما بدي اشرح لكم عن هالشيء، بتمنى منكم كلكم تفوتوا تشتركوا بقناته وتشوفوا الفيديوهات اللي انتم محتاجينها، لانه بصراحه كثير استفدت منه وعرفت اخبار جديده انا ما كنت بعرفها من هي القناه. بتمنى منكم تروحوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عنده لانه بيستاهل. خلينا نشوف كم شخص من هون راح يروح يشترك في قناته. اسم القناه راح احط لكم اياه هون ورابط القناه بالوصف او بالتعليق مثبت. صلوا على الحبيب ونبدا الفيديو. والله ناصر يا ابو علي، انت قلت لي اسبوعين، نحن صرنا هذا رابع اسبوع ولهلا ما لا اعطيتني مصاري ولا رجعت لي شيء، ايش بك ولو؟ والله عندي كم قطعه يا عم بيع، ماني بيع الذهب يا صديقي. يا محمد شايف الوضع، براس اولادي ثلاثه يعني عم بدور على شغل ما عم بلاقي، بس ان شاء الله بهالاسبوعين والقران بعمل لك اياه هون بجيب لك اياه، بس ما بطلع بلاقي شيء. لك يا اخي ما في داعي تحلف يا اخي، بس ما بصير. انت ذبحتني طلعت روحي، ما بصير. انا بدي مصراتي هلا. انت بتعرف الوضع، والقران يا رجل عم يرقد ليل ونهار ما عم لحق، يعني بقول لك هالاسبوع ما بتامل معي، الاسبوع الجاي بتطول بالك علينا. والقران براس ابن ابراهيم الكبير مالي غيره، عم لك يوم هالاسبوعين ثلاثه بس طول بالك علينا يا رجال. شايف الوضع البلد هلا يا ابن الحلال؟ ما اختلفنا، بس بدي افهم شغله منك. نحن عم نحكي بموضوع الشغل والدين، انت ليش عم تحلف براس ولادك وعم تحلف بالقران وعم تحلف بهالاشياء؟ ما عم بتصدقني، عم بقول لك ما في. اذا شو بدي احلف بتامل يا رجل؟ والقران لا تحلف. يعني شو بدي اقول يا محمد؟ ما بتصدق واحد كل يومين ثلاثه بقول لك طول بالك علي والقران بعمل لك اياه، ترجع تجي تطالبني. لك اين يومين ثلاثه؟ عم بقول لك صار لك اربع اسابيع يا رجل، صار كم اسبوع لحالك انت بتعرف؟ طيب انت من ايمتى قايل اللي بدك تعطيني لهلا ما اعطيتني؟ طيب شو نعمل؟ يعني شايف الوضع بعينك، يعني بخلي واحد يحلف يعني. خلص يا اخي مو مشان الموضوع هذا، انا ما عم اقول لك انه ليش هيك، هلا عم بقول لك ليش عم تحلف براس ولادك، ليش عم تحلف بالقران، حلف بربك، شو انت عم تعرف ان انت بكلامك هذا عم تشرك بالله؟ انت تعرف لما بتقول براس ولادي وما بعرف ايش عم تشرك بالله؟ تعرف هالشيء ولا لا؟ يا صديقي يعني انت شايف الوضع، يعني والله شو بدي لك بسيط؟ انا مو شرط اضع لها الدين، اترك لي الدين على جنب، اترك لي الدين على جنب. انا عم بقول لك حرام 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 تحلف لا بالقران ولا بالقران. هي الشيء الشغله يا خدينا هيك حكم العادي، مثل يعني اخذ لساننا على هالكلمه هي. ما بصير يا ابن الناس، لازم حرام، لازم تترك العادي. الناس ما بتصدق غير بهيك، هذا شرك بالله، حرام هذا الشيء. انا ما بنصح هيك، دائما مره بتحلف حلف بس بالرب، قول والله العظيم بس، خلص صادق خلص، ما في داعي تعرف لي براس ابني براس، يعني ما بعرف شو بدي احكي معك، هذا ربي يعني، هذا ابنك، حرام تحكي هالكلامك. على كل حال انا كرمالك لانك حلفت راح اعرفك اسبوع، بعد اسبوع بجي باخذ مصراتي، غير هيك ما عاد استنى. سلام. ايش بك يا زلمه؟ ايش بك نخرت مخي باتصالاتك؟ لا في شغله ضروريه بدي احكي معك فيها. شلونك؟ ايش هي الشغله الضروريه؟ لك في مشروع هيك ذهب بيتكسر. والله شو؟ والله مثل ما بقولك. هات لشوف، ايش هو المشروع؟ معلم عندي مشروع بيكسر ذهب، انت بتعرف الذهب الاصفر والابيض والاسود؟ هذا اصفر، يعني ذهب ما بيموت بحياته. اوف حلو. طيب شو المشروع اللي بربحك ذهب؟ شو هو كنز يعني لقيت ولا شو؟ مو كنز مو كنز. يخرب بيتك يا زلمه، انت ايمت بتجي لعندي تلاقي لي مشاريع كلها كذب مثل وجهك، يوم يومك كذاب يا معلم. والله مو كنز، بس شبيه بالكنز. لك انا بعرف شبيه بالكنز، بس انت من وراك بيطلع هيك قصص؟ لك علي الطلاق
لك براس اولادي، براس اغلى ما عندي، تعرف؟ شوف. لك بعرضي انه بدي اربح حق. لك لا تنبهني لارب حق. لا خلي انت بس شوف الموضوع بعدين. لك يا ابن الحلال انا مواضيعك كلها حصانه، بروح بنحط ايدنا فيها مشاريعك يا زلمه مثل الزفت، بروح بنخسر فيها، شيلنا يا زلمه بنخسر. بس هالمره انت بعرضي، بعرضي لارب حق، لك براس اولادي، باغلى ما املك، لاغلى من اولادي فيه. ما في اغلى من اولادي، لك بالانبياء بدي اربح حقي. لو حاج حلفان يا زلمه، هذيك المره كمان حلفت لي ما عرفت لي شيء وما حلف فيه، ويغير شيء طلعت كذاب وخسرتني، وبالاخر تركتني ومشيت، لك ترجع تورطني؟ مالي مصلحه. لك خيو انت انسالي الماضي، لك براس اولادي بالقران، اذا ما ربحتك لرجع لك مسراتك، بيش احلف لك انا بيش احلف لك؟ لا تحلف لي ولا احلف لك، بعدين الحلفان بغير الله شرك بالله، انت ليش قاعد عم تحلف لي بالمبارك بالقران؟ شو بتحلف لي بالولاد؟ شو بتحلف لي بالنظر؟ شو انت بتعرف انه هذا كله شرك بالله؟ يعني اذا كنت ناوي اشتغل معك بطلت اشتغل، ما راح الفانك. اذا انت بالله عم تشارك فيه ديني ما راح تشارك، حرام يا رجل. هلا اني منو؟ لا تدقلي لا تدقلك. هذا الحلف يا اخوان لا يجوز، لان المؤمن مأمور ان يحلف بالله سبحانه وتعالى، ما يحلف الا بالله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بل إن الحالف بغير الله سبحانه وتعالى يعد من الشرك الأصغر، من شرك الألفاظ، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك.